وأيضا دعونا نستقبل هاتفيا معكم الآن مشاهدينا الكرام أيضا الأستاذ أكرم القصاص، وهو رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك في البداية، وكل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين والمصير طبعا. إذا أردنا أن نقف أكثر على أهم دلالات هذا اليوم العظيم من تاريخ مصر، 30 يونيو في الذكرى السادسة له، ماذا نقول؟ طبعا هو يعني نقدر نقول ان هو انقاذ، ذكرى انقاذ مصر من الضياع يعني. صحيح يعني مصر متمسكه ومستمره بعد 25 يناير، لكن اللي حصل خلال فتره بسيطه جدا لم تتجاوز السنه او يعني يا دوب السنه، كان ادخال مصر في فوضى، تعطيل الكثير من التفاصيل، وكان يمكن هذه الفتره مصر دفعت ثمنها وكانت ضرورية لكشف أسئلة كتيرة وتوقعات أو تصورات كانت فايدة وكانت لدى قطاعات واسعة من السياسيين ومن التيارات المختلفة، أنه تنظيم الإخوان يمكن التعايش معه. اتضح أنه يعني أقرب للفيروسات، من الصعب التعايش معه، فضلا عن أنه يعني معطل للتقدم السياسي والتطور، وهم يفضلوا كده يعني يفضلوا كده. لكن كان في مؤشرات واضحه على هذا، ظهرت بسرعه ان يمكن ناس كثيره ما بتستعيد الذكرى، بتستعيد حاجات كانت خارج نطاق العقل والمنطق، انه يجي قتله وارهابيين يتحطوا في احتفالات اكتوبر في الاستاد، يبقى في كلام حوالين ارسال مقاتلين متطوعين الى تنظيمات ارهابيه زي داعش والنصره وغيره، اللي هي كان ممكن لو وصريح التاريخ والسياسه فيهاش لو، لكن المصريين انتبهوا بسرعه انه ممكن كان يبقى في جيوش موجوده لهذه التنظيمات لو هم لا قدر الله نجحوا انهم يعملوا يقسموا البلد ويقطعوا ويفتحوا باب الارهاب، يعني يدوا شرعيه للارهاب ده. فطبعا يعني كل دي كانت تفاصيل موجوده ما كانش ممكن ان هي تظهر من دون ممارسه. فمصر دفعت ثمن صحيح، ولكن كان ثمن مع مقابل ان هي ناس كثيره تكتشف وتعرف وتفهم حاجات كنا هنقعد عشرات ومئات السنين نحن ما نعرفهاش. وما زال يعني في بعض التفاصيل كمان، تجربه انه اذا انت يا نحكم يا نقتل، اللي هي التجربه اللي هم بيمارسوا بيها العمل بتاعهم. طيب استاذ اكرم، اذا اردنا ان نقف على يعني نقطه مهمه جدا اثرت في هذا اليوم العظيم الذي شهدته مصر، وهو التنسيق ما بين إرادة الشعب وتنفيذ إرادة الشعب من قبل الجيش المصري. أيضا في هذه النقطة تحديدا ماذا نقول فيها؟ وطبعا يعني في الأساس في كل الأحوال هو الشعب المصري هو اللي كان حاسم جدا في هذا الأمر. مفيش فصل يعني الحقيقة، مفيش فصل بين الشعب والجيش، على اعتبار أنه القوات المسلحه هي او الجيش المصري هو ابن الشعب المصري يعني. صحيح. ما هماش حاجتين دول، حاجه واحده، قادرين على انهم الجيش التقط الكثير من الرسائل وسهل اوضاع كثيره الان. في حال عدم التدخل زي ما احنا قلنا كان ممكن مصر تذهب في طريق سكه اللي يروح وما يرجعش زي ما بيقولوا، لانه الشعب طلع كذا مره، كان في اعلان دستوري غريب جدا صدر بفتح، يعني كان يفتح الباب لتقسيم البلد، في عمليه اخوانه واضحه في المناصب واعاده توزيع اعضاء التنظيم، كانه احنا بنعمل علي بابا والأربعين حرامه لما كان بيحط الجرار ويحط فيها الحراميه يعني. كان عملية كده مع الوقت كان ممكن البلد تتقسم. الشعب أدرك إنه حضرته، وكان في حاجات كانت تبدو، كان في ناس كانوا مش متخيلين إنه ممكن ده يبقى موجود لدى الشعب، كشفوا لإنه في إرهابيين بيطلعوا من السجون
القتلة وغيره، وبيوزعوا كلام عن ميليشيات وكلام عن جيش يعني خاص وكلام عن داخلية خاصة. كل هذه الأمور موجودة ومسجلة صوت وصورة، يعني عشان الناس ما حدش بينسى يعني. وبالتالي فالقوات المسلحة الحقيقة كانت حاسمة في هذا الأمر، إنه حتى في لما نراجع المانشيتات إنه القوات المسلحة أو الجيش كان بيدي مهلة للناس لكل الأطراف، مهلة حاسمة إنه لازم نحل الأمر، إنه الجيش ما بيتدخلش في السياسة ولكنه يحمي إرادة الشعب. إنه صحيح في مشكلة في التداول وإنه الناس تدخل في سياقات سياسية ساعات، بشرط إنه ما حدش يخطف البلد لمصلحته، مش بس تنظيم أو جماعة أو حزب أو غيره. فده كان حاسم جدا، وأظن إنه العلاقة بين الشعب والجيش كانت طول عمرها موجودة. يعني احنا المصريين في تاريخهم كله علاقتهم معروفة، لأن مصر برغم أنها ما كانتش دولة معتدية إلا أنها موقعها الاستراتيجي ومكانها وحضارتها وقدراتها دي كانت تخليها إما مطمع أو غيره. فطوال الوقت كان الجيش أو القوات المسلحة قادر على إنه كل أي غزو أو أي حاجة بيجوا بينكسر على صخرة الجيش المصري والشعب المصري. فهنا كان ده موجود، لكن الحقيقة إنه ظهر أكثر لدى المصريين هذه العلاقة، وحاول التنظيم الإيقاع كثيرا بين الناس حتى بعد ما مشوا، بالإضافة إلى إنه هذه العلاقة كانت علاقة كاشفة أكثر، وشعبية القوات المسلحة ما هياش حاجة مكتشفة أو حاجة جديدة. أنا قلت إن هم حاجة واحدة أساسا، لأنه الجيش المصري ما هوش جيش مرتزق، جيش نظامي، ضريبة الدم اللي بيدفعها كل واحد في مصر، وبالتالي فهو الجيش ده من دم المصريين، يعني هي ضريبة الدم اللي بتدفعها المصريين من دمهم. ده حاجة اختيارية وتجنيد للجميع، وبالتالي فما فيش ما بياخدوش مقابل لهذا الأمر. دي برضو شيء، يعني هذه العلاقة الحقيقة ناس كثيرة وشعوب كثيرة في العالم بينظروا لها بشكل مختلف، وعشان كده حتى كان الأزمة الرئيسية اللي بدأت ويمكن الناس اكتشفوها بعد كده، أنه طوال الوقت منذ 25 يناير كانت هناك محاولة للوقيعة، محاولة للدست، محاولة لي وتنظيم الإخوان. واضح أنه كان جاهز لده، لأنه جاهز إعلاميا وجاهز بلجان وجاهز بأنه يطلع شائعات وجاهز أنه يطلع أخبار خاطئة للإيقاع، وده كان موجود وشفنا هتافات يسقط ومثل هذه الأمور. كل ده كان هدفه إيه؟ إخلال أنه ما يبقاش الجيش موجود كطرف فاعل، بحيث أنه يترك لهم مساحة لأنه يعملوا ميليشياتهم وتنظيماتهم وغيره. فهذه العلاقة بالطبع علاقة أزلية وتاريخية، بالإضافة إلى أنها حتى بعد كده ما بنحاول يقولوا إيه أنه يحكم وأن ده الحكم العسكري وأنه كذا. الحكم العسكري له مواصفات وشروط مختلفة، وموجود في الدول سواء كان موجودا فيها أو غيره له شروط وتفاصيل مختلفة، لكن الحقيقة أنه الجيش كان بيضمن انتقال السلطة، التطور التدريجي للحياة السياسية، وأظن أنه ده هيبقى موجود، بالإضافة لأنه بيواجه أي نوع من الاستبداد في كل الحالات، لأن هم حيوا الجيش في أنه اتخذ موقف في 25 يناير، لكنهم استنكروا أن يتدخل في 30 يونيو، برغم أن في 30 يونيو كان الوضع داخل في خطورة أكثر، لأنه 25 يناير في النهاية كانت يعني ثورة شعبية وهبة بمواجهة يعني حزب واحد جادي وغيره. لكن الحقيقة إنه ما كانش هذا الأمر مصحوب بميليشيات أو غيره، يعني صحيح إحنا كنا بنتهم من الحزب الوطني وغيره بأنهم يحتكروا السلطة وأنهم تسببوا في مشكلات، لكن الحقيقة إنه هذا الحزب ما عملش، ما اكتشفناش إنه في ميليشيات أو غيره، بيسعى سعي سياسي وطالما ما حدش عليه يعني مشكلة من حقه إن هو يسعى سعي سياسي. ودي الأزمة اللي هم مش قادرين يدركوها، إنه أنت أولا من حقك إن أنت تمارس سياسة بدون أن تنفرد بيها وتحتكرها،
سواء لحزب او لتنظيم. الامر الثاني هو انه لا احد يرفع السلاح في وجه الشعب او في وجه الدوله، نعم، ولا يكون لهم للشيء انه الدوله فقط هي التي تحتكر استخدام القوه. وخلال ذلك بقى يمكن ان نتفاهم ونتحدث، لانه طبيعي انه الهدف الرئيسي لدى الشعب المصري ان هو يعبر المراحل ويواجه اي نظام او اي تنظيم استبدادي فيواجهه فيكتشف ان هذا التنظيم بيرفع السلاح في وشه، نعم، يعني وبيعطل مسيرته، وان هو سبب هذا التعطيل وسبب هذا التاخير. الحقيقه انه خلال كمان الفتره ال6 سنوات لا في تفاصيل كثيره تكشفت قد ايه انه احنا بالظبط، يعني العام ده تحديدا كان عام كاشف لهذه الفئه المغرضه بالنسبه لتاريخ مصر. تنظيم بيعلي التنظيم فوق الدوله وفوق الشعب وفوق الاحزاب وفوق كل حاجه، وانه اهم من مصر، يعني انه اهم حتى من الدين، وانه الشخصيات بتاعته والاكاذيب والاهم من ذلك استاذ اكرم ان الشعب المصري ادرك يعني هذا الفخ طبعا بالنسبة للإخوان وأيضا ما يمارسونه خلال هذا العام المظلم في تاريخ مصر. أستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والإيضاحات. أيضا نستقبل هاتفيا معكم الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي. أستاذ منير تحياتي لحضرتك وصباح الخير. أستاذ منير تسمعني جيدا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، لحين أن نعاود إليه مرة أخرى مشاهدينا الكرام.